هادي 11 سنين وتحديدا في 28 يناير 2011 بدات الثوره المصريه في اطار موجه سميت بالربيع العربي واللي كانت انطلقت من تونس. وفي ذلك الوقت راقبت الاحداث في مصر بواحد اهميه كبيره عبر القنوات الفضائيه بحال الجزيره والعربيه وقنوات اخرى، واخا في ذلك الوقت كنت غير برهوش. وطبعا في ذلك الوقت كان واحد التأييد شعبي كبير لديك الثورات، حتى ان التجربه انتقلت عندنا هنا في المغرب في حركه 20 فبراير، ولكن خرج سعاده الملك وبدل الدستور ديال هاد البلاد وطلع واحد الحزب معين بقياده واحد الرجل معين وعفى الله عما سلف. موراها وبعد ما قريت على الثوره الفرنسيه وقريت على الفيلسوف الفرنسي ديكارت وكيفاش هاد خونا كان كيشجع الفرنسيين والاوروبيين انهم يفكروا بعقلهم بحالو بحال فولتير وجان جاك روسو، عاد فهمت باللي داكشي اللي وقع في مصر ولا حتى هنا في المغرب غير تخربيق في تخربيق، واللي خسر بالصح هو كل مواطن مشات له السياره ولا الممتلكات ديالو نتيجه للشغب المتظاهرين، حيت النتائج ديال ديك الثورات كانت كارثيه. ففي مصر طلع ليهم واحد البلاحه كيمارس عليهم اشد انواع العته السياسي، اما في المغرب فرغم المكتسبات الدستوريه الا ان السياسه زادت تعنكشات في هذه البلاد، ولكن الحمد لله راه باقي ما يتلبق. الحاصل مور ما دازت هاد 10 سنين بان بشكل واضح ان ديك الثورات رجعوا الشعب العربي للور ماشي زادوا به القدام، والسبب في نظري ان هاد التحركات الشعبيه ما سبقتهاش واحد الثورات فكريه ومعرفيه. الفرنسيين مثلا عندما اسقطوا لويس السادس عشر كان عندهم واحد التصور واضح على النظام السياسي والاجتماعي ديال البلاد من مور الثوره، في حين ان العرب فاش عملوا هاد الحركات ديالهم ما كان عندهم لا تصور لا والو، وما قدروش انهم يتصوروا شي نظام سياسي اخر يحكم البلاد، فالتجؤوا للاخوان والاحزاب الاسلاميه اللي هما واحد الناس مزيانين في النظر ديالي ولكن مع الاسف مغفلين سياسيا. في النهايه اهم درس تعلمت من هادشي اللي وقع هادي 10 سنين من موجات الربيع العربي ان الواحد ما يتبعش التيار العام غير هكذا، يجلس ويفكر في جميع الاحتمالات الممكنه، وكاين التاريخ اللي دائما كيعاود راسو بواحد الطريقه في بعض المرات كتكون مضحكه ومستفزه.